السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. انتهت الجولة الثلاثين من الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2-1. نتعرف على نتائج مباريات الجولة الثلاثين وترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة. غرناطة، فياريال فاز على غرناطة 1-0، مايوركا تعادل مع الجانيس 1-1، إشبيلية تعادلت مع برشلونة 0-0، ليفانتي فازت على إسبانيول 3-1، أتلتيك بلباو فازت على ريال بيتيس 1-0، ختافي تعادلت مع إيبار 1-1، أتلتيكو مدريد فازت على بلد الوليد 1-0، سيلتا فيجو فازت على ديبورتيفو ألافيس 6-0، فالنسيا فازت على أوساسونا 2-0، وريال مدريد اليوم فازت على ريال سوسيداد 2-1. ترتيب فرق الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثلاثين: برشلونة ما زال في المركز الأول برصيد 65 نقطة، ولكن ريال مدريد أيضا في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، والفارق هو الأهداف. بالنسبة لأتلتيكو مدريد في المركز الثالث ب 52 نقطة، إشبيلية في المركز الرابع ب 52 نقطة، ختافي في المركز الخامس ب 48 نقطة، فياريال في المركز السادس ب 47 نقطة، ريال سوسيداد في المركز السادس ب 47 نقطة، فالنسيا في المركز السابع ب 46 نقطة، أتلتيك بلباو في المركز الثامن ب 42 نقطة، غرناطة في المركز التاسع ب 42 نقطة، ليفانتي في المركز العاشر ب 38 نقطة، أوساسونا في المركز الحادي عشر ب 35 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في المركز الثاني عشر ب 35 نقطة، ريال بيتيس في المركز الثالث عشر ب 34 نقطة، بلد الوليد في المركز الرابع عشر ب 33 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الخامس عشر ب 30 نقطة، إيبار في المركز السادس عشر ب 29 نقطة، مايوركا في المركز السابع عشر ب 26 نقطة، ليغانيز في المركز الثامن عشر ب 24 نقطة، وإسبانيول في المركز التاسع عشر ب 24 نقطة. عذرا، فياريال وريال سوسيداد كانوا مع بعض في المركز السادس، هما الاثنين انهم الاثنين نفس فرق الاهداف ونفس النقاط. عن ترتيب الهدافين ياتي ليونيل ميسي في المركز الاول ب 21 هدف، المركز الثاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ب 17 هدف، وفي المركز الثالث جيرارد مورينيو لاعب فياريال ب 12 هدف، المركز الرابع لوكاس اوكامبوس لاعب اشبيليه ب 11 هدف، ولوكاس بريز لاعب ديبورتيفو ألافيز، ولويس سواريز لاعب برشلونه، وروجر مارتي لاعب ليفانتي، وفي المركز الخامس انجل رودريجيز لاعب ختافي ب 10 اهداف، واياغس باس لاعب سيلتا فيجو، وراؤول غارسيا لاعب اتلتيك بلباو. المركز السادس انتي بوتيمير لاعب مايوركا ب 9 اهداف، والفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد، وخوسيليو لاعب ديبورتيفو ألافيز، ولوران مورن لاعب ريال بيتيس، وميكل اويارزابال لاعب ريال سوسيداد، وويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد، ولويس افيلا لاعب اوساسونا، واوسكار رودريجيز لاعب ليغانيز، وفي المركز السابع والاخير دانيال باريخو لاعب فالنسيا ب 8 اهداف، وفابيان اوريانا لاعب ايبور. كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجوله الثلاثين من الدوري الاسباني. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.